الحمد لله أني لحقت بك قبل انطلاق القطار لأعطيك هذا. أنت رائع جدا يا أبي، تجبر نفسك على الابتسام حتى لا تجعل مني ولدا ضعيفا في لحظات الوداع. صار معي من النقود ما يكفي لشراء المرطبات. لقد أسماني أبي شجاع، وقد أطلق علي هذا الاسم كي أتحلى بالقوة والشجاعة حينما أكبر. أين يقع مقر الناب؟ أجب وإلا ستموت. إياك أن تتحرك من هنا، استهدفت نقطة ضغط قاتلة لديك، حتى لو حركت إصبعا واحدة ستموت. إنكم ذئاب كثيرة الثرثرة. ما رأيك أن تخبرني الآن؟ أكمل لي حديثك الذي حدثتنا به، لماذا تبحث عن الرجل صاحب الجراح السبعة؟ ستدفعون الثمن غاليا يا قبيلة الناب. أخشى ألا تتمكن من جمع المبلغ المطلوب يا ماتيو، هل أنت مستعد لذلك؟ ماتيو؟ ماتيو؟ ماذا تفعل هنا؟